الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزير الصحه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عمرو. حضرتك كان ليك توقعات ببدايه انكسار الموجه الاخيره من الكورونا في هذه الايام، واحنا فعلا بنشوف هناك يعني انخفاض في المتواليه نفسها. صحيح، احنا كنا مع بعض يمكن في فتره كانت عصيبه جدا، وكنا كلنا رصدين حالات سواء اللي احنا بنسجلها في وزاره الصحه اللي هي بنشوفها في المستشفيات، او حتى الحالات اللي بتبقى بتحتاج عزل منزلي، وكنا رصدين حتى من خلال المعامل في القطاع الخاص والمعامل المركزيه. لكن الحمد لله زي ما حضرتك قلت، يعني احنا توقعنا ان مع نهايه شهر فبراير ومع اول اسبوع من شهر يعني مارس هيتم يعني انتصار طبقا للدراسات اللي احنا بنعملها البحثيه اللي مبنيه على النماذج الحسابيه وما شابه ذلك. وبالفعل احنا النهارده او امبارح تحديدا بنشهد انخفاض واضح جدا، وصلنا ل 1121 حاله، وحالات الوفيات ايضا انخفاض ل 13. يعني انا اظن ده اقل رقم وفيات شفته من مده 13. صحيح، هو طبعا صحيح. احنا نفسنا ما يبقاش فيه وفيات خالص، ولكن رقم منخفض. هو المهم كمان تاني ان احنا بنؤكد على ان لما بنرصد الوفيات بنلاقيها انها متمثله في مرحله عمريه اكثر من 70 سنه، واغلبيه الوفيات بتكون ناس رفضت التطعيم، يعني كانت واصله لمرحله انها مش مقتنعه بالتطعيم، وده معناه ان تاني ان التطعيم والتحصين اللي احنا مشينا فيه كحمله على مستوى الدوله بتوفير تطعيمات مختلفه فرقت كتير جدا في تحملنا للموجه الخامسه اللي هي انكسرت في الاسبوع الثالث من هذا الشهر، يعني مع بدايه اخر فبراير تقريبا وصلنا او نص فبراير وصلنا للبيك بتاع الحالات، ثم ابتدت تقل تدريجيا لحد ما الاسبوع اللي احنا موجودين فيه ده الاسبوع الثامن لما رصدنا بقى انكسار شديد في عدد الحالات. فالحالات الوفيات نزلت، لكن لازلنا طبعا بنقول ان احنا مستمرين في حملة التطعيم علشان نقدر نحمي من اي اثار ضاره ممكن في من خلال الفتره اللي جايه.